تكون مباشره من المعمل كيفاش تخدم العبايه. بالنسبه لهذا الموديل، هذا الموديل هذا ديال العبايه، ها انتم الموديل كيفاش يجي ما شاء الله. السلعه غادي تخرج دابا. ثاني موديل في العبايه كيفاش تتمشي للبياسه لعندهم. ها انتم هنايا كاين بيكو السوجي، هنايا هنا فين تيفصلوا. ندوزو لثاني لون هو هذا. ها هي الموديل كيفاش جا. بالنسبه لهذا الموديل هذا ديال العبايه، شوفوا معايا الخدمه ديالو. الثمن ديالو البنات بثمن اللون الثاني ديالو هو هذا، هاد الزيتي هذا. شفت فينا اللي دايره فاطمه الزهراء في المعمل. راه متابعين متتبعات القناه ديالي، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير هانين. كنتمنوا نتوما تشاهدوا هاد لا فيديو تكونوا كاملين بخير وعلى خير. المهم نهار جديد، فيديو جديد ومحل جديد. اليوم جبتكم مباشره من المعمل كيفاش تخدم العبايه. ان الاثمنه اللي ذكر لي اليوم اقل من ثمن الجمله باش كلشي يستافد. شوفوا ما شاء الله السلعه غادي تخرج دابا. كل حاجه بالنسبه لهذا الشيء كامل اللي تشوفوا معايا اليوم غادي تلبس وغادي نوريه لكم. هنا فين تفصلوا مباشره من المعمل، ها انتم الناس خدامين هنايا. تيجي الثوب تتخرج من هنا بياسه كامله مكموله. انا فاطمه الزهراء، كي دايره؟ لاباس عليك؟ جيت عندك انا والمتابعات ديالي. الله يكبر بيك. بالنسبه للتوصيل كاين في كازا، خارج كازا والاوروبا. اوقات العمل من 2 حتى 6، 2 8 ل 1 2 6 و 6 من 8. بالنسبه للمعمل ديالك فين تيتواجد؟ جا في حي بركه 2 حدا جامع بوكير. المهم محمد زفزاف الشارع ديالو حدا مسجد ابي هريره، ياك. في اخر لا فيديو نصور لكم الطريق. الناس اللي باغيين يجيو المحل تيديروا توصيل في كازا، خارج كازا والاوروبا، تيخدموا السيمانه كامله ما عدا يوم الاحد والسبت في العشيه. وبالنسبه للاثمنه، المهم ما تلقاوش ارخص من هذا المعمل هذا، لان مباشره جبتكم المعمل باش كلشي يستافد. حتى بالنسبه لنصف الجمله والجمله، ياك. بالنسبه لمنين تتبدا البياسه ديالك؟ كتبدا من سيري على حسب الموديل، يعني كتكون تقريبا 15 بياسه. ما كايناش قل 10 دراهم، 10 دراهم من 10 باش كلشي يستافد. حتى هذوك اللي تيبيعوا عبر الانترنت، المهم يبداو ولو ب 10 ديال البياسات باش يجيهم شويه الثمن. المهم اقل من هاد الثمن ما غاديش يلقاو، لان عندها الجوده في الخياطه وعندها الفصاله اللي هي زوينه. بالنسبه كلشي تيدوز عندها في المعمل ديالها، عندها اللي تيفصل ليها. المهم تتمشي اي بياسه من هنايا تتمشي واجده. غير هو كل وقيته وشنو تتخدمي، كل سيمانه تتخدمي بياسات جداد موديلات. رمضان كنخدم كل سيمانه، كنخدم دو موديل. رمضان كنخدم العبايات، هكا في الصيف كنخدم كساوي دي بوركيني، هكا في الشتا كيطمان 3-4 بياس، يعني على حساب السيزون شكون يكون مطلوب كنخدم. كنخدم بالنسبه حتى لي كومبو، هكا شي حد بغى شي موديل ديالو، المهم الا عجبهم شي موديل تتخدمي له. اياه صوب لي شونتيون كيعجبهم. المهم انا نوريكم ان السلعه ديالها غادا دابا غير خارج كازا. اكثريه ديال الناس خارج كازا. خارج كازا عندي حتى كليانتا خارج المغرب. لا حيت حتى الثوب تتخدمي بكاليتي اللي هي زوينه صراحه. نبداو لهم باول موديل هو هاد العبايه هادي. شوفوا معايا كيفاش تجي في الخدمه ديالها. بالنسبه لهاد الموديل هذا انا نقرب لكم اللون كيفاش يجي. شوفوا معايا شوف كاليتي زوينه. هذا كريب ديال روزا، تيجي بهاد لا سانتور هذا. هانتوما لي مونش ديالو 150، يعني كيكون ثقيل زوين. والدونتيل ديال ليكسبور هكا وبالتراسي. هانتوما ما شاء الله الموديل، ودرتي فيه لي بلي من هنايا. هذا فيه الالوان، نلبسو ان شاء الله كاع الالوان ديالو باش تشوفوا الموديل كيفاش يجي. بالنسبه لي طاي ديال هذا الموديل هذا، هادي فيها دو طاي الاولى كتلبس الال اكس ال، والثانيه كتلبس الدوبل و 3 اكس ال. ما شاء الله، واحد الثمن اللي مستحيل انهم يلقاوه، لان الاثمنه ديال هاد العبايه هادي اللي دايره واصله بالنسبه للتقساط حتى ل 400 درهم. اليوم بواحد الثمن حصري للمتابعين والمتتبعات باش كلشي يخدم على راسو في هذا رمضان هذا. ثاني موديل، ثاني لون بالنسبه للموديل اللي دوزنا معكم، هذا في الزيتي عاوتاني دخلت في هذا الباج هذا. تيجيو هاد لي بلي من هنايا، ها الباج اللي دخلت معاه. تيجيو لي بلي من التحت على شكل غوب،
وعاد فيها افتحه بالنسبه لهذا الموديل هذا ما شاء الله. شوفوا معايا وعاد تيجي فيه واحد الحزام ديالو. ندوزو اللون الثالث، فيه 6 ديال اللوينات بالنسبه لهذا الموديل هذا. ثالث لون بالنسبه لهذا الموديل هذا ديال العبايه، حتى هذا الباج طوب مع النواق ما شاء الله جا زوين. شوفوا معايا الخدمه ديالو انتوما، خدمه ديال المونش لي بلي. صراحه موديل واعر بالنسبه اولاني الثمن، انا صدمني بالنسبه للثمن ديال هادي ما شاء الله. اقل من ثمن ديال المعمل، لان راه مستحيل انهم يلقاو بهذا الثمن هذا، لان البياع والشرايا اليوم يتبرعوا. لا ما شاء الله، لان فاطمه الزهراء صراحه دايره اسمنه ديال الجمله بثمن جد مناسب. من دارك تقدري تبيعي من دارك. انا كنبغي كيش كنقول نربح قليل ونبيع كثير، يعني انا عندي لا مارش قليله ولكن راه شافوا السلعه شحال غدا. موديل جديد في العبايه وتبارك الله عليه الطلب، ديجا كيتفصل كاين لي موديلات. يعني انا الربح ديالي انا كلياني ياخذ ولا مارش ديالي قليله، ولكن حتى العدد كيمشي كثير. راه هذا الموديل هذا ما شاء الله زوين، وطلع حتى في الفصاله ديالو زوين. فاش درت فيها داك لي بلي جا جات العبايه من التحت تجي كلوش وبالحزام ديالها. ويقدروا ما يديروش الحزام، واخا تحيدي ليا الحزام باش تشوفوا حتى الموديل كيفاش يجي بلا حزام. انتم شفتوا حتى بلا حزام جا زوين. اللون الرابع ما شاء الله حتى هو زوين. شوفوا معايا كيفاش جا بالنسبه لهذا اللون الكري، دخلت معاه هاد النواغ هذا، هاد الشبيكه هادي شتو. الا شتو راه يجيكم بحال جوج ديال البياسات بالنسبه لهاد العبايه هادي. هادي تتجيب لاشال ديالها، تتجيب بوحدها. بالنسبه لهاد اللون هذا غادي ندوزو، بقاو لينا فيهم جوج ديال اللوينات نلبسهم معكم تشوفوا الموديل كيفاش يجي. هذا اللون هذا في البلو مارين، هذا عاوتاني دخلتي فيه البلونكاسي ياك انتما، دخلت فيه هاد الشبيكه هادي في البلونكاسي. توب راه ديال روزا شي حاجه زوينه ما شاء الله. هو الموديل تنهضر على الموديل شي حاجه طوب دو طوب. بالنسبه لهذه ما يلقاوش قل من 400 درهم، ولاني فاش تسمعوا الثمن ديال الجمله ديالها غادي تصدموا صراحه. كيتصدمت انايا لان الموديل ما شاء الله تيجي زوين. هانتوما كلوش من التحت، فيه افتحه تيجي بالحزام، بغيتي تحزمي بغيتي ما تحزميش. هانتوما الموديل كيفاش يجي ما شاء الله. غادي ندوزو اللون الاخير بالنسبه لهذا الموديل هذا، اللون الاخير بالنسبه لهذا الموديل هذا ديال العبايه. هانتوما الموديل كيفاش يجي ما شاء الله، حتى هو دخلتي فيه النوار. بالنسبه لهذا الموديل تتلب هذا الموديل شحال تتلبس؟ طي واحد الاس الام تلبس الميديوم الميديوم لاخر اكسل، لان الطيات عندك شويه كبار ياك. مهم حتى دوب الاكس ال بالنسبه المهم تواصلوا مع الارقام اللي كاينين في لا فيديو، لان الثمن ديالها راه واعر بالنسبه للثمن ديال الجمله. باش كلشي قلت لكم غادي تبيعوا ان شاء الله فيها، ويبقى لكم فضل كبير بالنسبه لهذا الموديل هذا ديال العبايه. دابا غادي ندوزوا للموديل الثاني بالنسبه للعبايه. ثاني موديل في العبايه ما شاء الله، عبايه طوب دو طوب، توب ديالها كاليتي زوين، توب ديال الكريب ديال الروزا، الكول ديالها تيجي داير، لي مونش يجيو مقبوطين. هاد لي بلي اللي كاينين هنا لي زستراس اللي هنايا كاينين حتى في لي مونش يجيو لي بلي اللي هنا. وهنايا درتها على الناس اللي عندهم زياده في الوزن. بالنسبه لهذا الموديل هذا راه موديل مازال جديد، مازال ما خرجش. مهم بالنسبه لهذا الموديل اللي بغى شي حاجه غير يسكريني وتواصل مع الارقام اللي كاينين في لا فيديو. بالنسبه تيلبس حتى لدوبل اكس ال بالنسبه لهذا الموديل، وفيه 6 ديال اللوينات. نلبسوا معكم جميع اللوينات باش تشوفوا الموديل باللوينات ديالهم كيفاش يجيو. الجمله تتبدا من 10 ديال البياسات، تقضي الجمله حتى ل 200 300 بياسة. الناس اللي باغين اي موديل يسكريني والموديل يصيفطوا لها في الارقام، راه تخدم جميع الموديلات بالنسبه لان عندنا المعمل هنا تتفصل هنا تتخيط، وباثمنه جد مناسب. وراه مستحيل انكم تلقاو الثمن ديال الجمله، صراحه صدماتني في الثمن ديال الجمله بالنسبه للخدمه ديالها والكاليتي ديال الثوب.
راه صراحة صدمتيني في الأثمنة، لأن هي باغا تبيع العدد، ما باغاش تبيع بياسة ولا جوج، باغا تبيع العدد بالنسبة ل ما شاء الله. غندوزو اللون الثاني في هذا الموديل. هذا اللون الثاني ديالو هو هذا، هذا الزيتي هذا. شوفوا معايا الموديل كيفاش جا، حتى هذا اللون هذا ما شاء الله زوين. شوفوا معايا الخدمة ديالو كيفاش يجي. مهم الموديل لابسه لينا الاكس ال، ومازال تتجي العباية تتجي مطلوقة. توب ديال الكريب روزا. شوفوا معايا الموديل كيف لا لا الكريب ديالو اللي هو طايح صراحة. هانتوما باش نقربو ليكم التوب، هانتوما شتو التوب ديالو. راه صراحة أنايا صدمتيني في الأثمنة. بالنسبة للثمن ديال الجملة راه غادي يبيعو ويقدو يبيعو هما يزيدو على الجملة. لأن الصراحة الثمن ديالو، أنا الصراحة صدمني بالثمن ديال الجملة ما شاء الله. غندوزو اللون الثالث ديال هاد اللون هذا في البلو مارين. المهم بالنسبة لهاد لي زيستخاص نفس اللوينات كاملين داخلين فيهم النواغ. بالنسبة للأرجونتي هنايا شتو معايا الخدمة ديالو، المونش تيجي مقبوط تيلبس حتى للدوبل اكس ال. بالنسبة لهاد الموديل هذا ديال العباية ما شاء الله، والثمن ديالو البنات بثمن ديال الجملة، تتبدا الجملة ديالو من 10 ديال البياسات ما شاء الله. هاد اللون هذا ديال الكري، هذا تيجي كري فونسي وعنده حتى الكري المفتوح. شوفوا معايا الموديل كيفاش يجي. بالنسبة للناس اللي عندها زيادة في الوزن غتلقاي العباية ديالك الرمضان ان شاء الله. صراحة موديل اللي هو زوين، التوب كي تشوفوا معايا التوب اللي هو طايح، هانتوما الكريب اللي هو طايح، تيجيو لي مونش مقبوطين بلاستيك. تجي فيه هنايا واحد القطعة بهاد لي زيستخاص هادو، كاين حتى في الصدر ما شاء الله، والتوب ديالو ما شاء الله طايح. شحال بقى فيه من لون؟ بقاو فيه جوج اللوين، هاد اللون هذا في النواغ ما شاء الله لعشاق اللون الأسود ما شاء الله، حتى هو تيجي في العباية ما شاء الله. شوفوا معايا الخدمة ديالو، تيجيو فيه لي مونش مقبوطين، حتى هو نفس الخدمة ديالو، تيجيو لي بلي من هنا على الناس اللي عندهم زيادة في الوزن. هاد الموديلات هادو كاملين تنهضرو على نصف الجملة والجملة. بالنسبة لفاطمة الزهراء عندها تيليجرام، كنلوح فيه لي موديل ديجا. راه عندي تصاورات يعني كنصورهم خارج هنايا، كنصورهم برا. اللي كيخدم هكا سيغ انترنيت ولا دي كوماكس كتكون عندي ديجا تصاور، خلي ليا ميساج كنقول ليه بغا يخدم عليا ديك الساعه. يعني تتخدمي الجمله الناس اللي تيبيعوا مثلا فيسبوك في انستغرام تصاور، ديجا تكون عندي تصاور كنصورهم هكا، يا اللوح اللي مصور يخدم عليا هكاك. وتليجرام يومية تتحطي فيه أي موديل تتكون خدامة عليه تتحطو ليكم. مهم تليجرام أنا خليها ليكم في لا فيديو في صندوق الوصف، بس صندوق الوصف ديريكت يمشيو للتليجرام ما شاء الله. بالنسبة لهاد الموديلات هادو كاملين ما شاء الله زوينين، وصراحة اللي تيكون عليهم طلب بزاف سيغتو في رمضان تيبقاو يقلبوا على العباية. شو معايا الموديل كيفاش يجي ما شاء الله زوين، وتيلبس حتى الدوبل اكس ال، ولاني الثمن ديالو ما شاء الله هي صراحة تتربح غير شي حاجة قليلة كسبو كليان وربحو كليان كسر داكشي والله ماكش قليل، ولكن الحمد لله ربح كثير. مهم انتي العدد حسن لك من انك تربحي بياسه ولا جوج ما شاء الله. كاين اللون الاخير الكرياك الكري مفتوح، ندوزو ليه. اخر موديل في العبايه هو هذا اللون هذا الكري. هانتوما بالنسبه لهذا الموديل، اي واحد عجبو هذا الموديل في اللوينات راه تتخدم كل شيء. بالنسبه لهادو راه ديال الجبله ما شاء الله الموديل، حتى هاد الكريوات تلقاو الناس لا يبيعوا مثلا بالجمله، تقدر دير ليه شال وتبيعها كامله وبواحد الثمن اللي زوين، لان الاثمنه اللي دايره فاطمه الزهراء في المعمل راه ما رابحاش بالمقارنه، والله ما رابحه بالنسبه للجمله. شتو معايا الموديل ما شاء الله. بالنسبه
قلت لكم عندها تيليغرام ديالها، تتحط فيه جميع الموديلات فين ما تتخدم شي موديل راه تتحطو. بالنسبه للاسمنه يدخلوا عندك الواتساب باش تقدري تقولي لهم الاسمنه، والجمله تتبدا من 10 ديال البياسات باش كلشي يخدم على راسو في هذا رمضان، سيغسو في هذا العيد هذا ديال رمضان. ما شاء الله تيكون الاقبال على العبايه، على الجلابه، على الرومي، اي حاجه تقدري بيعي غير من دارك. حلي باج فيسبوك ولا في انستغرام وخدمي على راسك بواحد الثمن اللي يكون مناسب، والله الا غادي تبيعي ما شاء الله، لان البيع في الانترنت صراحه زوين. المهم وصلنا لاخر لا فيديو. ايوا بغيت نقول لكم مرحبا بكم. بالنسبه لي موديل كي قلت لكم اي موديل نقدر نخدمه، والموديلات ديالي غتلقاهم في تيليجرام، يعني راه كاين غنخلي لكم النمره، نلوح لكم كاع لي موديل مصوري. المهم بالنسبه للتليجرام ديالها، التليجرام ديالها غادي تواصلوا معاها، دخلوا عندها الواتساب، تهزوا النمره من يوتيوب ولا من الفيديو، تهزوا النمره وتواصلوا معاها وهي في تليجرام فين ما تخدم الجديد تتحطوا في تليجرام. غير الثمن اللي ما تذكروش ديال الجمله، داكشي اللي كاين. المهم وصلنا لاخر لا فيديو، نتمنى يكون عجبكم الفيديو ديال اليوم. بالنسبه انا دابا نحط لكم لادريس فين جا المعمل، راه تدير توصيل في كازا وخارج كازا والاوروبا حتى هي، وليني بالجمله من 10 ديال البياسات. والثمن انا قلت لكم غادي يصدمكم الثمن فاش تتواصلوا معاه، غادي يصدمكم الثمن ديال الجمله. شوفوا معايا هنايا تيفصلوا، هانتوما التواب هنايا، هادشي كامل راه ديال الجمله، هانتوما خادمين الموديلات ما شاء الله. بالنسبه لهذا هنا عندها كلشي، عندها فين مهم تتمشي من هنايا تتخرج عندكم العبايه في لومبالاج ما شاء الله. مهم نخليكم دابا مع الطريق. بالنسبه لادغيس غادي نمشيو على شارع الزفزاف معروف كازا، هانتوما على يديكم اليمين بقى التشارك هنايا، ها الترامواي ديال عقبه بن نافع، حنا غادي نمشيو نيشان. هانتوما كي قلت لكم هنا الترامواي ديال العقبه بن نافع، هاد الشارع كامل تيقولوا لي شارع الزفزاف. هانتوما نيشان، كاين هنايا فاميليا في تبيعوا الحويج، ها هي هذا اللي تيبيع الطلامط اللي داير ضجه في كازا. ها نتوما غادي ندخلوا حنايا مع هاد الزنقه هادي اللي حدا الجامع، ها نتوما المحل اللي كان ديال الزرابي سابقا، هاد الجامع حداه، حنا غنضربوا الدوره ونكمل لكم النهار ديال المحل. ها نتوما ها شارع الزفزاف اللي قلت لكم، ها هو الجامع اللي صورت لكم في الاول، تدخلوا مع هاد الزنيقة هادي، الجامع ديال أبي هريرة، هو هذا هانتوما تتشوفوا فيه، غادي تدورو على الجامع، هانتوما الجامع، تبقاو غادي نيشان، الزنقة الأولى دورو على يديكم اليسر، كاين واحد الطابيسي هنايا، راه المحل حداه، هو هذا المحل.